أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة خنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سواء السبيل وإذا جاء دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا
منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.